قد فار يا هلا تمرون بالقتلى نودعهم ونقضي من تريب الخيد أوطان. أنه أحد أصحابه يقول له ليش ما تحكي لنا كل التفاصيل اللي جرت على الحسين؟ يقول له أخاف عليكم، أنا شلون أحكي لكم كل التفاصيل؟ يقول له لو حكيت كل التفاصيل ما تتحملون تموتون. فأراد أن يهيل التراب عليه وإذا بالنداء من النحر الشريف: بني علي والسدر ضيعي إلى صدري.